يعني يا ست ما تشوفيتي حسونة مستنى. خلاص خلاص 3-0 يا حسونة، انت لسه قدامك ماتش تاني شوط كامل 45 دقيقة. عايزنا نكمل ولا مهزوم؟ انا نفسيتي ما تنفعش العب ولا مهزوم. ما ينفعش ما ينفعش. ازاي يا حسونة ما تقولش كده؟ ازاي نفسيتك تعبانة كده؟ انت قدامك فرصة تاني يا حسونة. لا يا عم تقدر تعوض. انا استنيت جول واتنين لكن تلاتة لا، احنا مهزومين بالتلاتة كده. مهزومين بالتلاتة. بقول لك فرصة كبيرة، انت ممكن تعوض. كبيرة ازاي واحنا مهزومين ثلاثة؟ مهزومين ثلاثة ومفيش الماتش ولا شوط واحد اللي فاضل. وانا معرفش العب ولا مهزوم، معرفش العب ولا مهزوم. لازم ابقى كسبان. يا حسونة قدامك فرصة كبيرة يا حسونة، قدامك شوط كامل ممكن تعوض. ده في اخر دقيقة ممكن تعوض. يا لا لا صعب. انت متأكد ممكن؟ ايوه طبعا ممكن طبعا، مفيش حاجة اسمها مستحيل مدام قدامك وقت ومعاك زمايلك. هما بيلعبوا عسلة دلوقتي، ألح لهم وخلاص؟ طبعا طبعا. ايوه محتاجينك يا حسونة. طب ما هما عسلة كفاية. لا يا حسونة انا تعبت وبنهج، مش عايزة اكمل مش عايزة اكمل. انا متعودش اتعب كتير، مش عايزة اتعب كتير، كفاية كده. ريح شوية يا حسونة وروح بسرعة معاهم يلا. طب حلاوة حلاوة نص ساعة كده وروح لهم اللي بقى ساعة الأخيرة كامل الماتش. لا يا حسونة استريح 5 دقايق كده وروح لهم على طول. طيب هريح كده 5 دقايق واروح اجرب. برافو عليك. أشوف. يلا بقى عشان عارفين نتفرج. بس مش هنكسب مش هنكسب، احنا مهزومين 3. اوعى تيأس يا خالص. انت هتكسب، لازم تحط في دماغك اللي انت هتكسب. انا موافق اروح اكمل بس بسلط. ايه الشرط ده يا حسونة؟ هكمل وهحاول بس لو فضلنا مهزومين هرجع اطلبك. ايه يا حسونة؟ لو مهزومين انا رايح ماتش. انا برحب وما تخافش ان شاء الله هترجع. اسمع كلامك وانت نصيبك بقى يلا باي. اهم حاجة يا حسونة اللي انت تبقى واثق من نفسك كده وانت بتلعب. واثق ايه؟ مهزومين بالتلاتة بس هجلب. يلا يلا باي باي. يلا يا حسونة قدامك فرصة كبيرة. يلا يا حسونة يلا بسرعة. شوفوا يا اصحابنا، حسبونا بقى هنروح نكمل الماتش عشان يعدل النتيجة اللي هو كان بيفكر النتيجة دي مش هتتعدل. لسه قدامه فرصة وانتوا برضو قدامكم فرصة. لو اي حاجة فادتكم ما تيأسوش خالص، حاولوا تاني وركزوا في شغلكم وانتوا تنجحوا. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal from Lionel Messi. Hey, 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 كسبت 4-3. ازاي؟ انا عرفت ان فعلا فعلا الفشل هو الدليل الوحيد للنجاح. برافو عليك برافو عليك. انت سمعت الكلام وما يقلش اللي انت روحت كملت الماتش مع زمايلك وما سبتش زمايلك لوحدهم. كل ما بفشل في حاجه بتعلم منها وما بفشل تاني بتعلم تاني، وبكده خبرتي بتزيد وبتعلم وبكسب. انا كسبت 4-3 عشان ما يستس، عشان ما سمعتش كلام الفشل. تمام ايوه كده. وتعلمت كمان ان الفريق اللي دايما بيكسب هو الفريق اللي عمره ما ييأس مهما كانت الاحباطات اللي بتقابله في المباراه في كل دقيقه. برافو عليك. انت ممكن تبقى كنت مغلوب زي كده الشوط الاولاني اتهزمنا في الشوط الثاني. اتهزمنا 3-0 وعوضنا 4-3. برافو
تيأثر اي حاجة صعب من كده على نجاحك. مبسوط يا عم خلاص من ساعة التالت. وانت كنت بتتكلم بجد يا حسنة ولا لا؟ كنت بهزر يا فصيح. ده انت الفصيح اللي بيخرج من الدجاجة تصيح. الكتكوت اللي بيخرج من الدجاجة تصيح ولا البيضة ولا الحاجة دي. برافو عليك يا حفلونة. ايوه كده انا عاوزك تبقى شاطر على طول وهتيأس. انا على طول شاطر. انا على طول ناجح. انا على طول قادر. انا على طول هتحدى واكسب. انا بتحدى وبكسب. انا قادر. انا قادر. انا سعالي يس اي كان. هايل 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 يا حسونة. يس اي كان. عليك انت تقدر ودايما تقدر يا حسونة. ومهما كانت التحديات يا اصحابنا. اوعى تنقصوا في اي حاجه بقى. يلا سلام. يلا حسونا نمشي. مع السلامه.